مشاجرة بس من نوع آخر صارت بمنطقة صباح الناصر بالكويت بين شخصين، أسلحتهم ما كانت مثل ما أننا متعودين، عصي وأدوات حادة وأسلحة نارية. الخصمين اشتبكوا مع بعض بسياراتهم. الفيديو انتشر كتير على منصات الخليجية وخلونا نشوفه مع بعض. وسائل إعلام محلية أكدت نبأ اعتقال السائقين، خصوصي أنه هاي المشاجرة صارت بوقت الحظر الجزئي المفروض بالكويت. عن هاي الحادثة غرد حمد السريع على تويتر وقال: تصادم بين سيارتين في صباح الناصر بين شباب كويتي كانوا على خلافات سابقة بينهم وتسببت بوقوع أضرار مادية فقط دون أي إصابات بشرية. تم ضبط الأطراف من قبل الأجهزة الأمنية وأحيلوا إلى المخفر تمهيداً لتسجيل قضية. تعليق آخر بيقول: يا ريت يلغون موضوع التراضي بين الطرفين وعدم تسجيل قضية ويتم تطبيق الحق العام بحزم حتى يحترم الجميع القانون وبيخافوا، لأنه الشباب اليوم بيخاف وما بيستحي. تغريدة أخرى بتقول: أول قضية بتسجل على الداخلية لأنه ما في دوريات داخل مناطق لضبط الناس اللي كاسرين الحظر، وتاني قضية على الشباب اللي كسروا الحظر. أما فهد علق: ربنا يهديهم ويصلح حالهم، ده أكيد من المخدرات، لو إنسان عادي ما بيساوي هيك.